راح من احتلت ها الرياض والله العيال كلهم مني يا ولد مو بلا احتلت يا شيخ حتى ما ادري يمكن ما طلعت الا يمكن يا اخي شوف اقول لك عادي انا صرت والله العظيم اني صادق انا صرت من النوع اللي ضايق من الزحمه ها صرت من النوع اللي ضايق من الزحمه لا شوف انا شوف انا ما احب الزحمه الزحمه اللي احب المكان احب اجي الكوفي طاولات فل فل معنى الكلمه بس كلنا كل واحد جالس ما بيه يوقف فوق راسي يعرض منه يمشي منه وشوي يزحف ويدف الكرسي حقي وازحف كرسي وارض كرسي وادف طاولتي ما ادري صح فل وناس تسولف ومحترمه وناس هاديه بعضهم يجيك في الكوفي الحين احنا في كوفي تخيل احنا في كوفي قهوه هناك واحد يصيح رافع صوته عز الله ما ادري هذي انا اقول لك حاجه حتى اخويا اللي رحم معي نفس الكلام زي ما طريت اذا رحتنا رحنا كوفي ولا اماكن عامه ولا اجتماعات كوفي 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 كلها صب وردها عينك يوم صبيت الشاهي طير طعمه نفسه صح المهم عيوني مالك الطويله والله اني صادق اشهد الله عليه اني صادق ما احب اللي صايح واللي استحي من الناس إيه؟ والله اني استحي طيب انت حتى لو مالي دخول استحي طيب يطلق موقف زي كذا محرج تخيل جاي صايح بيها ثلاث سوابي جاب اول شيء شخص يتبي اصور العيال اللي معي واصور الذي ناس تعينني صورت سناب كذا ويوم شفت ما انتبه يوم اللي مقدم نص السنابه يوم قلت كيف عينوني ف عز الله حتى انا ما احب اصور انا ما احب اصور الحالي اصور السياره حلو اصور في مجلس اصور كوفي سيد الكوفي فاضي ولا في احد بس اذا في احد يا الموت الحمار شوف اذا في احد عادي اقدر اصور اقدر قول ريع اقعدني اقعدني قول ريع عقلي تعال اذا مره الرجال دي وجي انا واذا في المكان عام اصور عادي ما مشكله بس ما ادري الناس كل يعني كل يعني الجلسات كلها تعاين فيني هكذا انا عز الله والله اني نفس الحك والله ايش ادري علي اسمع عر عند ايش ولد لعبت حندر ما في عيونه كل الماء لعبت عمدي متحندر في ما في عيونه كل الماء اوكي دي لا شعوري والله اني اقول كذا لا شعوري او افضل واحد ينطق اسم رقعان احب امين انا اسمي من متعب رقعان ها متعب رقعان وين رقعان رقعان احب ان تقول الاسم هذا ولا كلها تيجي عايد طيب ها نفسه ما طيب كلهم بالرقعه متعب رقعان الرقعه ايش بالرقعان بالرقعان عايض ما شاء الله تبارك الله يا عايض بدا مو بدا هو من اول بس صدق والله صدق شوف الولد هو عاد يفهم اسمعني اسمعني هو يفهم صار انا ابغى اجلس هنا قال لا لازم نجلس يو فاهم الخطه كيف سوايف والله تعجبني في اي بي انت ما شاء الله عاد الاوتفت اليوم حقك اعطيها انا اسمعوا البقره هذه 9/10 والعشره كملت ابتسام الواحد وشو بغير وحيد خلنا ترى وشو كملت هدي يوم لبست الطق الله يجعل الدار شباب طول عمرك سلمك شوف يا رقعه معروف لا ضحك ما عاد سكت ايش انا متى بسلمك ضروس ضرس ضروسة خلاص خلاص ها انت سامع حتى امزح كذا لا انت كذا غلطان والله العظيم اني ما ادري خلاص يلا يلا بعدين تفهم معك اطلع 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 كله بونا في التصوير مع بضاعة ثمان ها؟ ما جيت معكم لو زويت انا لو زويت انا كل من حضر الفقره اللي التصوير خلاص موجود انا اصور كيف يعني ما ادري انا صورت جالس بس